قادر على كل المطربين والمطربات في هذا العصر يغنوا لي في وقت واحد ألبومات. لكن هم في اهتزاز, لكن هم بأمانة, لكن هم مهتزين نفسيا يعني 90% أو 99%. وبعد نجاح أنغام اتهزوا أكتر مطربين ومطربات. خدي بالك عشان الخريطة اتغيرت, عشان حاجات كتير قوي اتغيرت في الوسط الفني. فالتغيير ده لأن أنغام خدت مكانتها وبقى المنافسة صعبة, تبارك, والتحدي بقى واضح جدا لأن في لغة التحدي مع الأسف. مفيش حد إيه عنده الروح الرياضية. طبعا هي الناس طبعا هي تعبت جدا وأصرت إنها تقدم الفن اللي هي حساه لحد ما الناس انتبهوا كويس جدا وسقفوا وقالوا لها موافقين جدا, وراحت وراح المكان بتاعها. وهو طبيعي ان البني ادم في عز العصر ده وفي عز الهبوط وفي عز الاختراعات الغنائيه اللي موجوده, مش اغاني طبعا, وممكن يبقوا نجوم كبار بس بيخترع اغنيه مش هتنجح حبيبي. لما يجي حد يقول لي نعمل كذا, احنا ممكن نعمل لك اي حاجه بس اللي طالع من العقل بيروح للعقل, واللي بيروح للعقل بيروح بيتبخر. لكن انت كاتب اغنيه من قلبك حاله كده طالعه حلوه قوي, انا بحسها وانا بكتبها. عشان كده ما بمسكش القلم الا لما اكون عايز اعمل حاجه مختلفه.